بمناسبة اليوم العالمي للدولة الاحتياجات الخاصة، تمت اليوم اتفاقية إطار بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة من أجل تشجيع الأنشطة الرياضية وبصفة خاصة توفير العتاد والمستلزمات الرياضية لتشجيع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ممارسة الرياضة ومن أجل تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية القادمة. هذه قفزة نوعية وحاجة إيجابية لنا احنا هذه الفئة، لأنه كنا في السابق نتلقى صعوبات في اقتناء العتاد، ولأنه كان اقتناء العتاد عن طريق استنزاف العملة الأجنبية، وتسمى في إجراءات اللي في بعض الأحيان كانت تسبب لنا عراقيل. مي الحمد لله هذه قفزة نوعية كما قلت، حاجة إيجابية لنا إن شاء الله راح تسهل لنا المهمة في التحضير وفي المنافسات القادمة من أجل تشريف الراية الوطنية إن شاء الله. يعني الحمد لله رانا هنا إن شاء الله بها في الاتفاقية اللي صارت ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الضمان الاجتماعي. إن شاء الله الاتفاقية دي راح تعود بنفع لنا إحنا سيرتو لي زاتليت لي زونديكابي، راح تعطينا دفعة إنه نواصلوا في المشوار المهني والرياضي ونزيدوا نحققوا أهداف كبيرة إن شاء الله في المستقبل ونشرفوا الجزائر أحسن شريف.